انا دورت عليك في الشارع كله. حلو قوي البروزه دي، شيك فكرك كده؟ طبعا لعلمك بقى انا افهم قوي في لبس الستات. من فضلك البلوزة اللي بالفاترينا دي بيتي المشجرة؟ أيوة. اتفضلي. ده قماشي ده؟ حرير طبيعي يا فندم. حرير طبيعي. بكام؟ ب22 جنيه. ياه مش معقول. العكس دي رخيصة قوي. طبعا رخيصة، كفاية ذوقها. طب ادفع انت بقى تمنها. أنا؟ طبعا أدفع تمنها. قوي قوي، ده انا حتى لسه قابض النهارده. هناخدها. كيس. هي راحت فين؟ خرجت يا فندم. خرجت؟ ايوه. دي تنفع رجالي؟ لا لا. اتجوز امك بقى ايه؟ يبقى عمي. طب ما بتقوليليش عامل ايه؟ انا نفسي اقول لك يا بابا مش يا عمي، بس انت بتعمل بمقام الكلمه دي. اعمل ايه يعني؟ مثلا يعني ما تقولش النهارده هاتي المهيه. طيب يا بط ايدك. شوف اديك رجعت لكلامك. امال عايزه تعيشي في البيت ده سفلاه واكله شاربه نايمه على حسابي؟ تكونش دي التكايه اللي سابها لك ابوكي. من غير تلبيك انا داخله اجيبك 10 جنيه. مش كفايه؟ لا كفاية وحل عني بقى، أنا عايزة الكيس الشهر ده. هو أنتوا كل أول شهر النهاردة؟ ما تستعجوا بالله خلونا نتغدى. مش هتدوق الزيادة لما تقبضني المهية كلها. مش واكلة. يا عزة عزة مبسوط يا أخويا؟ طب عليا النعمة ما أنا خارج النهاردة، أما أشوف هتخرجي تاكلي ولا لأ. مش هخرج ومحدش باقي من ده، وأنا هنام بقى للصبح. هكسر الباب. إيه ده بقى يا محمود مش وقته. فين الازازه؟ يوه ازازه ايه؟ انت مش هتتغدى يا معلم؟ مش قادر استحمل. يوه انا هشوف البنت دي اتعجن على طول. الله يخرب بيت يا بنت يا خرابي. يا صباح الفل. حضرتك عاوز ايه تاني؟ لا انا عايز تمن البلوزه. وانا خدتها. خلاص اقدمها لك هديه. بمناسبه ايه؟ معجب. فحضرتك عايز ايه يا سي معجب؟ انا انت متجوز؟ لا. خاطب؟ لا. مطلق ولا ارمل؟ لا. تتجوزني؟ نعم. نعمين ومع السلامه، واياك تمشي خطوه واحده ورايا. طب هدي نفسك كده ونتفاهم. نتفاهم على ايه؟ هو الجواز كده بالهبول؟ ابدا، انا شفت انك كريم وشهم لما دفعت لي ثمن البلوزه، يعني عجبتني. شاكرين قوي. طب اتفضلي نقعد في حته ونتفاهم. اتفضل. ايدك. شكرا. انت مهيتك كام؟ ولزومه ايه السؤال ده؟ مش لازم اعرف عنك كل حاجه؟ امال هتتقدم لي ازاي؟ انا محاسب في الشركه، بقبض 45 جنيه. ليه؟ انت في الدرجه الكام؟ في الرابعه. تبقى بتقبض 48 جنيه و16 قرش و4 مليم. انت هتسمسر في المهية من دلوقتي ولا ايه؟
غريبة، عرفت ازاي؟ أنا بشتغل في الحسابات وكل شهر بكتب كشوف المهيات. المهم عليك التزامات، سلف، اقساط. عليا سلف، علشان كده بيخصموا المهية 3 جنيه كل شهر. بساعد أهلك بحاجة؟ أبوي وأمي تعيش أنت، وليه أخ مهاجر في أستراليا. خلصت الجيش؟ من زمان. ولعلمك بقى أنا اشتركت في النكسة، وقبل أكتوبر سرحوني. الحمد لله، وإلا كنت عملت لنا نكسة تاني. المهم ساكن لوحدك؟ أيوه في الظاهر 18 شارع المدينة، جنبي بتاع القصب. شقتك كام أوضة؟ أوضتين بس. ممكن بقى تبطلي أسئلة وتديني فرصة أسألك أنا؟ أنت عندك ورث ولا إيراد خارجي؟ لا. يبقى مفيش داعي تتقدم، هرفضك. عشان إيه؟ عشان فقير. أنا عاوزة واحد مستريح. ريحتيني. أنا برضو ما بفكرش في الجواز. جواز يا شيخة، خلينا أصحاب. أصحاب يعني إيه؟ نتقابل، نحب بعض، نحل مشاكل بعض. إيدك خلاص شلت إيدك. جرسون تحت الضحمة باين. أفندم نص الحساب كام؟ نعم؟ لا أصلها بتهزر. أنا بتكلم جد، نص الحساب كام؟ 18 قرش. خد خلي الباقي علشان باي باي. ما بحاول لك على حاجة. طب مش اوعى، خليك مطرحك. دي مجنونة باين. اهلا ست عزة، تأخرت كده ليه؟ وحياتك ما تحاولش تعكنن عليا، انا راجعه روحي في مناخيري. انت هتهوش هنا يا بت، انا صبرت عليك امبارح لكن النهارده لا. قلت لك مش هدفع ولا مليم، انا لازم اوعى نفسي، لازم احوش قرش عشان اعرف اتجوز. ارسان اليومين دول فقرانين وعجمانين. ارسان؟ ارسان ايه يا بت؟ في ايه تاني بتزعق ليه؟ البت بينها مولفه على واد بيضحك عليها وياخد فلوسها. يا نهار اسود، صحيح الكلام ده يا عزة؟ انت حاسه زي كمان؟ هو مخلي لي حاجه ومستعجل على الجواز ليه؟ ده حتى جوازي يخلي جسمك يفشكل زي امك. طب اكتر يا ابا، وعن اذنك عشان عايز اغير هدومي. طب ما تقلقي، هو انا غريب؟ ايوه غريب. ده انا هدوم بك يا بت. سيبها دلوقتي يا محمود، البت دي هتجنني. فين الازازه؟ تعالى يا اخويا. مفيش واحد عليه القيمة يجي يخلصني من البيت الزفت ده. تجميلة فقرك يا مدحت الزفت. نمرة الشركة بتاعته اهي، خدي كلميه. كل العرسان اليومين دول على قد حاله، ما تحلميش، هو ده اللي يخلصك من الهم اللي انت فيه. بس مدحت ده شكله مش بتاع جواز ابدا. هو في راجل بتاع جواز، احنا اللي بنتجوزهم. ها ردت؟ طب كلميه. الو، ايوه شركه الاسمنت، من فضلك ممكن اكلم الاستاذ مدحت؟ مدحت مين يا فندم؟ هو اسمه مدحت ايه؟ مش عرفني، مش انت اللي قابلتيه؟ الو، مدحت المحاسب، محاسب عندكم. حاضر، لحظه واحده. الو مين؟ استاذ مدحت؟ حذر فذر، انا مين؟ يطلع من الخط يا مكاوي. ازيك يا نفيسه؟ نفيسه؟ انا مش نفيسه. لا مؤاخذه، اصل الواد مكاوي بوظ الخط. ازيك يا فيكتوريا؟ كل دول تعرفهم؟ يخرب بيتك يا منيل. تبقى انت عزه. لا مؤاخذه، اصل كل دول تبع الشغل عندنا هنا كله ستات. لكن ايه، وحياتك ما بعبرش ولا واحده فيهم. اسر الكلام، انا عاوزه اقابلك. اهلا 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 وسهلا. انا تحت امرك، انا عازمك على الغداء. لا 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 لا، لازم نتغدى سوا. باي باي، مع السلامه. الجواز كله بيقع في الشبكه. بكره تطلع لك بنت زي القرش، تاكل الشبكه وتاكلك. وانا عبيط زيكم. بقول لك ايه، البنت دي غوة في الحرم، الواحد لازم يسجدها بالفخفخه. تميح. بقول لك ايه يا بيشو عباس، اهلا ب 10 جنيه.
ابن عامي لسه دافع 20 جنيه في عائل وادي الجمعه اللي فاتت. ضيع في الجواز يعني من اصحاب الندالة. جاكيتك مبقعه دايما من حته ما. لا بتبقى عارف. عايز اقول لك على حاجه. الله يقول 20 جنيه هفهمك. يبقى لك 20. امتى بقى ربنا يتوب عليا يا ابن قلانا من الشركه دي؟ خدمه ثانيه يا فندم؟ لا متشكر. ايه ده كله؟ انت عامل حفله؟ امال انت النهارده تستاهل الذبح. نعم قصدي يعني تستاهل الواحد يذبح لك خروف. كفايه انك قبلت العزومه. اتفضلي. ما تتلبخيش، كلي بايدك ولا يهمك. الحقيقه انا راجعت نفسي بعد ما سبتك المره اللي فاتت. حسيت اني كنت قاسي عليك قوي. يا ستي ما محبه الا بعد عداوه. دوقي دي. انت باين عليك ابن حلال. متشكر. دوقي دي كمان. وليك ميزات ما اقدرش انكرها. انا موافقه. موافقه على ايه؟ على الجواز. انت نسيت؟ جواز. انت ماهيتك كام؟ ولازمته ايه السؤال ده؟ مش لازم اعرف عني كل حاجه قبل ما تقدم لك؟ انا بقبض 25 جنيه و 18 قرش بس و 3 مليم. عليك التزامات؟ اقساط؟ عامله جمعيه؟ لا. خلصت جيش؟ جيش؟ ايوه يعني فوتت السؤال ده. ساكنه لوحدك؟ لا مع ماما وجوزها. وايه سبب الطلاق؟ طلاق مين؟ طلاق امك من ابوكي. ابويا ما طلقش امي. امال امك متجوزه اتنين؟ لا طبعا، بابا مات وماما اتجوزت. يعني عندك ورث؟ لا زي حالاتك. وبطل اسئله بقى وقولي ايه رايك. في ايه؟ في الجواز. انت ظروفك العائليه ما تطمنش. قصدك ايه؟ اديني مهله افكر. تفكر في ايه؟ انت باين عليك مش بتاع جواز. انا غلطانه اللي وافقت على واحد زيك. يا صدمان يا عدمان، انت فاكر اني جايه لقح جتتي عليك؟ ده انا وافقت عليك بعد ما حفيت ورايا شهرين. قلت زي بعض اكبر بخاطره واقبلك على عيبك. كرسون استني بس، انت زعلتي. انا بهزر مش نص أفندي. الحساب كام؟ قولها يا بيه. كلمني انا، نص الحساب كام؟ 8 جنيه. نعم؟ فعيله. مدام غاوي فشخره كدابه. ادفع الحساب كله. حساب يا بيه. الحساب. وحياتك تلف لي الاكل ده كله في ورقه، هرجع اخده. عزه انسه. عزه خديني قلمين. انا اسف اذا كنت ضايقتك. طب خلاص ابعد عني. استني بس، انت باين عليك بنت كويسه والف واحد يتمناكي، بس انت فقيره وانا فقير، ولو اتجوزنا هنخلف مجاعه. وانت كمان مش خيالي. انا وافقت عليك لاني بمر بظروف زي الزفت. يبقى خلاص زي ما قلت لك الاول، خلينا اصحاب. انا مش من البنات اللي تصاحب، دور لك على واحده غير. انا قصدي نبقى اصحاب عاقلين زي راجل وراجل، وانا تحت امرك في اي خدمه ما عدا الفلوس. عارف الكارت بتاعه في عنوان البيت وتليفونات الشغل. يلا بقى نكمل غدا. لا انا اتاخرت. حرام عليك، انا دافع 17 جنيه في الغداوه دي. تستاهل. مين؟
لا ولا حاجة، بس هاتي ايدك احسن، انا محشور. انا مش مطلعك من هنا الا لما تقولي ايه اللي جابك اوضتي. مش عايز اتكلم؟ طيب يا ماما، يا ماما تعالي شوفي جوزك. يا بنت تعالي، كنت جاي اخد الفلوس. حلوين العشرة جنيه. فلوس ايه يا راجل يا معدوم الضمير، يا ابو عنين فارغه، جاي تتهجم عليا في اوضتي وانت سكران؟ ايه ما تصدقهاش، دي بنت مجنونه. هي اللي مجنونه ولا انت اللي اتجننت؟ يا لهوي، تعالوا يا ناس اتفرجوا وشوفوا. خلاص يا ماما، يا لهوي. بس خدي بس هي دلوقتي تقولي بلاش فضايح، كله منك انت وربنا نكسر دماغي بس من فوق. انا بقى اللي هفوقك، كله هيخلص منك الصبر. طب تعالى بقى، تعالى فين الازازه؟ تعالى الازازه. اما جوز امك ده راجل النوع الصحيح. كل الرجاله كده عاوزين اطمر ابيهم. ابدا، انا لو مكانه لا يمكن ابصلك. المهم دلوقتي لازم ادور على اوضه مفروشه عشان اسكن فيها. بس الاوضه المفروشه هتكلفك على الاقل 30 40 جنيه في الشهر. زي بعضه، انا معايا 50 جنيه. 50 جنيه؟ سرقتهم منين؟ سرقتهم ده ايه؟ دي فلوسي، كان بينهبهم مني جوز امي، وانا كسرت الدرج واخدتهم. يبقى زمانه بيدور عليك في كل حته، وبكره هتب عليك في الشغل. أنا أخدت أجازة من الشغل ومش رايحة الشغل، هدور على شغل تاني. يعني أنت مش ناوية ترجعي البيت أبدا؟ لا، كفاية العذاب اللي أنا شفته من يوم ما مات المرحومة. بس اتبهدلي بالشكل ده، بنت فردانية زيك لما تنزل في القندة ولا بنسيون ولا شقة كل العيون هتبصلها، ما تضمنيش إيه اللي هيحصل. هيحصل إيه يعني؟ أنا أعرف أحافظ على نفسي كويس. وليه تعرضي نفسك لمشاكل؟ ما تنزلي عند حد من قرايبك. هيتوسطوا بيني وبين جوزهم ويرجعوني، وانا ما احبش اتقل على حد. طب ما تنزلي عند واحده صاحبتك او زميلتك في الشغل. ممكن توصلني الدقي؟ ما تخافش، هدفع لك ثمن التوصيل. هاخد منك 40 قرش. ايه؟ عشان العداد بايظ.